السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين قناة عبد الله البركاني، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم دائما، ونتمنى دائما تكونوا بخير عليكم انتوما وحبابكم وجميع الناس اللي عزاز عليكم، ونشكركم بزاف بزاف على الدعم والتشجيع، واللي مازال عاد يشترك في القناة نتمنى يشترك فيها ويفعل الجرس فضلا وليس أمرا باش دائما يوصلكم الجديد. خوتي خواتاتي، اليوم راني خرجت ندير بكم جولة مسائية بعد ما صبت عندنا شوية ديال الشتاء في مدينة بركان. الحمد لله والشكر لله على كل حال، ونطلب الله سبحانه يرحمنا برحمته ويعطينا الشتاء على قد النفع. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وإن شاء الله في هذه الجولة المسائية بغيت نشارك معكم الجو ديال اليوم والأجواء الرائعة، وإن شاء الله غادي نتقاسم معكم أجمل المناظر الخلابة في هذا المكان الرائع، ودائما أي منظر يعجبني نبغي نشاركه معكم. مشاهدين قناة عبد الله البركاني من داخل الوطن وخارج الوطن، كما راكم تشاهدوا معايا هذا المكان الرائع اللي راني متواجد فيه حاليا هو واد شراعة، من جهة اخرى قرب حي الرومية. زمان ملي ما كانوش دارين هذا الحيط كانت الدعوة في شكل، وملي بناو هذا الحيط بقى الواد يبان غارق كما راكم تشاهدوا معايا. واخا هاد الواد ديال شراعة نشب راه نبت فيه هاد الشجر ديال الدفلة، وعطات واحد المنظر زين بزاف تبارك الله وما شاء الله. وهذا النوع ديال الشجر حنا نقولوا له الدفلة، والدعوة تبان خضراء تبارك الله وما شاء الله. يحصراها على هاد الواد ديال شراعة زمان في الخمسينات وفي الستينات والسبعينات والثمانينات، وكذلك حتى في التسعينات كان موجود فيه الماء بزاف وكان نقي بزاف، ولكن للأسف الشديد بعد ما جاء الجفاف في هذه السنوات الأخيرة راه نشف ما بقاش فيه الماء كيما زمان. احنا يا دارنا جات قريبة لهذا الواد، وزمان في الثمانينات منين كانت تغرب الشمس وتجي الليل ويكون الهدوء تام، كنا نسمعوا من دارنا صوت خرير المياه ديال هاد الواد، والحمد لله والشكر لله على كل حال. ونطلب الله سبحانه يعطينا شي شتاء في هاد السنوات المقبلة كما زمان، ويولي الماء لهاد الواد كما كان زمان، ونتمنى ويكون الخير ان شاء الله. خوتي خواتاتي، غادي ان شاء الله نزيد نصور مشاهد اخرى من هاد الواد ديال شراعة،
ونتمنى هاد المشاهد تنال الإعجاب ديالكم. المهم بقاو معايا حتى الأخير الفيديو، ما تنساوش الإعجاب والتعاليق الرائعة ديالكم، وما تنساوش البارتاج مع أحبابكم وصحابكم. شكرا بزاف بزاف، وتحياتي وسلامي وكل احترامي لكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله.